الآن الزميل مشعل النفيعي يتواجد في الجنادرية. أهلا وسهلا بك زميلي مشعل، كيف يبدو الإقبال على المهرجان اليوم وهل اختلف عن الأيام السابقة؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. أنا متواجد الآن في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في هذه النسخة 32 التي جاءت تحت شعار مجد ورؤية. نحن نتحدث بعد ساعات منذ أن ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمته لضيوف المهرجان، تحدث فيها بأن هذا المهرجان يجسد الثقافة والتراث والإرث للمملكة العربية السعودية. هنالك العديد من المناطق، وأنا في أحد المناطق وهي جناح منطقة الباحة. هنالك العديد من التقاليد، العديد من حافظوا أو حافظت أيديهم على ما تمتلكه من حرفة ومهنة وموهبة. هنالك عقول في هذا الجناح ما زالت تفتخر بهذا الموروث الشعبي، كما تسمعون بالخلفي العرضة الجنوبية وصوت الزير الذي يشهد إقبال كبير من قبل زوار هذا المهرجان. وللحديث أكثر حول هذا الجناح من خلال ما نتعرف عليه من تفاصيل هذا الجناح، معي محمد الناجم مدير العلاقات العامة بجناح منطقة الباحة. بداية أستاذ محمد، تحية طيبة لك، لو تحدثنا بداية عن هذه النسخة من مهرجان الجنادرية النسخة 32، أبرز ما تمتلكونه من خلال هذا العام، ما هو جديدكم من خلال التراث والثقافة التي تقدمونها لمنطقة الباحة؟ أولا نرحب بكم بلغة منطقة الباحة، مرحبا هيل الدسيل في قرية الباحة التراثية. كما لا يخفى على المستمعين والمشاهدين أن بيت الباحة من أسس في عام 1410 ومن أوائل البيوت التي أسست على أرض الجنادرية، ثم وجدت الحمد لله تشهد تطور من موسم إلى آخر حتى وصلت هذا العام إلى قفزة نوعية في عدد المشاركين وفي عدد الأجنحة وفي استخدام التقنيات الحديثة التي استخدمت هذا العام لإبراز الوجه الحقيقي لمنطقة الباحة من الجانب السياحي والجانب الاستثماري، وإضافة إلى العادات والتقاليد اللي هي أساس إقامة مهرجان الجنادرية الذي يعد لغة تواصل ما بين الحاضر والماضي، وهو جسر لبناء العلاقة ما بين الأجيال. بيت الباحة كما تشاهد الآن خلية نحل من الزوار ومن الفعاليات المقامة، سواء في المدرج المخصص للعرضة والفنون الشعبية المتنوعة التي تزخر بها منطقة الباحة، أو سواء من الأجنحة التي تزخر بها الحرف اليدوية في منطقة الباحة، سواء التطريز أو النجارة أو غيرها من الحرف. إضافة إلى إن شاء الله غدا هناك القاعة النسائية والأجنحة الخاصة بالحرف النسائية، كما أن لجامعة الباحة مشاركة مميزة هذا العام من خلال إبراز الوجه الحقيقي والمجتمعي لجامعة الباحة. هذا العام شهد بيت الباحة نقلة نوعية في قاعة الإدارات الحكومية، حيث استخدمت التقنية الحديثة ووحدت الجهود في قالب واحد لإبراز المنطقة ولإبراز الجانب التنموي والجانب السياحي والجانب الاستثماري بمنطقة الباحة. الباحة الإنسان والباحة المكان، ترحب بضيوف وزوار البيت الذي يتسع طاقة الاستيعابية أكثر من 2500 زائر. في جملة بعيد لك إياها، أنت تحدثت عليها بشكل مميز، تحدثت بأن هذا التراث، هنالك تراث في قناة في جناح منطقة الباحة إضافة إلى التقنيات التي استخدمتوها في هذا الجناح. لو تربطني بشكل دقيق، كيف تم ربط ما تمتلكه جناح منطقة الباحة من موروث شعبي وبالتقنية؟ طبعا بحكم موقعي كمدير مركز لإمارة منطقة الباحة، المركز العامي بإمارة منطقة الباحة، هذه الفكرة يعني تعرف الآن هي لغة التقنية، اللغة الحديثة التي تخاطب بها البصر، تخاطب بها الفكر. الجيل هذا يحتاج إلى تخاطبه باللغة القريبة إليه، ولذلك أوجدت منطقة الباحة هذه اللغة من حيث الشاشات، وعمل فيها داتا ووحد فيها جهود ووضع فيها معلومات عن منطقة الباحة، لكنها تعرض بشكل تقني ومحبب ويناسب عصر اللي نعيشه الآن، وهذا شيء جميل. يعني تجد الناس سهل يستمتع الزائر أنه يجلس يشاهد فيلم عن المنطقة، يبحث عن معلومة من خلال الشاشات التفاعلية، يشاهد صور عن المنطقة وما تزخر بها المنطقة من مواقع سياحية، مواقع تراثية، من فنون شعبية، من كذلك من جهود للإدارات الحكومية في منطقة الباحة. هذا فيما يخص التقنية في هذا الجناح. نتحدث عن التراث من خلال المتحف المتواجد في هذا الجناح، أبرز ما نقلته من صورة من تراث شعبي
من تراث شعبي في هذه المنطقة. طبعا هناك الجانب الكروي الشعبي وهي اللي تزخر بها المنطقة، سواء العرضة، المسحباني، لعبة الحصاد، طرق الجبل، هذه كلها موجودة في منطقة البحر. هذا الجانب كله إن شاء الله تشاهدونه في المدرج الذي أعد خصيصا لهذا الجانب، إضافة إلى المعرض التراث اللي يحتوي لكل الأدوات التراثية منطقة الباحة الزراعية والأكلات وغيرها. ألف شكر أستاذ محمد الناجم مدير العلاقات العامة بجناح منطقة الباحة، تحية طيبة لك وألف شكر على قبول الدعوة. شاكر مقدر حضوركم. نعم زميلي مشعل، هذا في الختام هذه التغطية، وصلنا إلى ختام هذه التغطية خلال هذه الساعة. الساعات القادمة ستزخر بالعديد من الحرط اليدوية التي ستنقل على جناح قناة أو على جناح منطقة الباحة في قناة الإخبارية. مراسلنا من الجنادرية مشعل نفيعي، شكرا لك.